أخونا فهد المعين، بشر عساه أمورك تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيا. الله السلام. يحييك، كيف الحال جميعا؟ عساكم طيبين. خير ولا الحمد لله. خير الحمد لله. سامحونا على التأخير والتعطيل. أنا داخل على طريق الكمبيوتر وما فهمت الطريقة، لكن الحين دخلت على التليفون. حلو، أهم وصلت الموضوع جميعا. أهم شيء إنك وصلت. بس طيب، أخونا إبراهيم أتوقع عنده الأسئلة جاهزة مع ضيفنا أستاذ فهد المعين، وأترك لكم المايك. حياكم الله جميعا. الله يحييك. الله يحييك ويسعدك حبيبي ناصر، ولا يهنون البقية. مساء الخير أبو راشد. مساء النور يا إبراهيم، كيف حالك؟ طيب، مو مشكلة، على ما يصلح شو اسمه أبو يعقوب المايك أنا أقدر أسأل الأسئلة على ما يرجع. أول شيء حياك الله أخونا أبو راشد. طبعا الموضوع الأسئلة راح يكون عن سلسلة داينستي، زين، وعندنا يعني بعض الأسئلة راح نوجهها لك كونك من يعني أكبر صناع المحتوى المهتمين في السلسلة ما شاء الله من سنين. يعني كل ما أسولف مع واحد عن لعبة داينستي أول اسم يتبادر في يعني أذهانهم أو على ألسنتهم على طول فهد المعين، قناة فهد ستيشن. فيشرفنا أنك تكون ضيفنا في هذه المقابلة، ولا يهونون الجميع، حياكم الله جميعا، ووجودكم إضافة لنا كلنا. أول سؤال أخوي، بالنسبة لك يعني كسلسلة داينستي، شنو أفضل جزء لعبته سلسلة داينستي وارير؟ أول شيء أمسي عليك بالخير وعلى المتابعين أو المستمعين الأعزاء، وأنا لا تكبرني زيادة عن اللزوم، أنا مجرد يعني إنسان بسيط متابع لكم مستمتع في محتواكم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إن شاء الله يعني إحنا بنتكلم داينستي ووريرز، فأنا ترى أعبر زيادة إذا تسمحوا لي، لأن السلسلة هذه عزيزة علي من أيامها، يوم صدورها على سنة 2002 أتوقع ولا 2001، من أيامها وأنا ألعبها. السلسلة هذه هي السبب الرئيسي بعد الله أني حبيت تاريخ الممالك الثلاث، ولا بدونها ما أتوقع أني بدخل هذا التاريخ كلش، وأتوقع بعد أن الأغلب نفس حالتي، لأن اللعبة هذه بشكل عام بسيطة وسهلة والواحد يتقبلها بسهولة يعني، وفوق هذا اللعبة حلوة. أنا لعبت داينستي ووريرز على أيامها، بس ما كنت يعني متعمق، ألعب شخصيتين أختم أنتقل الجزء اللي بعده وفترة طويلة أقطع وبعدين أرجع، لكن يوم عاد فتحت قناة على كبر قبل سنتين تقريبا بلشت أني أعيد السلسلة كلها من الصفر، لعبت الجزء الثاني وبالترتيب وبالتحليل بعد، يعني مو ألعب شخصية، لا أختم ممكن 80% من الشخصيات وأجرب على مستوى الهارد وانتقل للجزء اللي بعده مباشرة، فأحس بالفرق، أعرف الاختلافات بالضبط. ليش؟ لأن لعبت بشكل متتالي ومباشر، والحمد لله يعني ختمت السلسلة كلها، وللأمانة استمتعت فيها كأني ألعبها أول مرة. هذا دليل أن السلسلة هذه واللعبة هذه تحديدا مبدعة بشكل مو طبيعي. أتكلم طبعا من الجزء السادس وقبل، اللي بعده أنا ما أعترف فيه، بس أقول لكم يعني الأجزاء هذه بالنسبة لي أنا خالدة ما تموت، ترد وتلعبها كل شوي، وسبحان الله كأنك تعيدها وتلعبها أول مرة، مو يعني إعادة. وسؤالك بس شنو ذكرني، تكفى يا وي. لا أنا سألتك شنو جزءك المفضل، أنت قلت من بعد السادس ما تعترف. الجزء المفضل أنا طبعا يعني الجزء المفضل ممكن الأغلب يخالفني بالموضوع هذا، لكن أنا يعني ذوق أتكلم عن نفسي وميولي، أنا أفضل الجزء الثاني، مع أن الثاني أي واحد يلعبه على طول ينحاش عنه، جزء منفر بسبب البدائية اللي فيه والجرافيكس والصعوبة، الجزء صعب بمعنى الكلمة. هو الثالث، في بعض الناس تقول ألعاب سولز هذه مو ألعاب داينستي ووريرز من الصعوبة اللي فيها، لكن للأمانة أنا أحب الجو هذا، أحب أن الجندي كله معنى، أحب أني أحتاج ربعي على طول أمشي معاهم بالترتيب، لأن كل ما زادت يعني الصعوبة واعتمادك على ربعك راح تعطي للمعركة قيمة وتعطي الاستراتيجية أهمية أكبر. أما لو صرت أنت يعني قوي زيادة عن اللزوم وما تحتاج أحد، فما راح تهتم لا في معنويات ولا في استراتيجية، راح تموت المعركة
الفكرة الأساسية راح تموت. فأشوف أن أفضل جزء أعطاني التجربة هذه اللي هو الجزء الثاني، مع أنه فيه عيوب ترى في جوانب ثانية، مثل القصة، مثل قلة المحتوى، مثل يعني قلة الحركات، الحركات مكررة عند الشخصيات، هذا بشكل عام. لكن أنا عندي يعني أولويات اللي هي المعركة، هذا اللي يهمني، أنها تجيني معركة صعبة وتجيني تعطيني فيها استراتيجية، تعطيني فيها يعني صعوبة، تحدي كبير، هذا أولوياتي أنا. وسلامتك. الله يسلمك. طيب بسألك سؤال، ذكرني يمكن أنا بعد مضيع، ترى أنا من زمان قاطع داينستي، بس اللي أذكر أن الجزء الثاني ما كان فيه تلعب مع أخويك، صح؟ تلعب لحالك بس، سينجل بلاير بس. اي نعم، الجزء الثاني هذه من عيوبه الاساسيه انك تلعب لحالك، طيب ما في حلو تمام. زين، في شغله ثانيه الحين، سلسله داينستي يعني بين كل جزء وجزء يكون في تغيير، اللي حسب اللي اذكره ان بعض الالعاب تلعب انت الستوري بالشخصيه نفسها، تلعب قصه البني ادم نفسه، وبعض الالعاب مثل الجزء الرابع واظن الجزء السابع تلعب بالمملكه كامله، يعني الستوري حق مملكه وي، ستوري حق مملكه شو، ستوري حق مملكه وو، وتغير بالشخصيات. عدل ولا انا مضيع؟ اي مضبوط. من بين هالنظامين شنو النظام اللي تعتبره الافضل بينهم؟ والله يا اخوي ناصر صعب اني يعني اختار نظام واحد، لكل نظام يعني والله له جو خاص والتغيير مطلوب. نظام الشخصيه والله حلو، ممكن اميل للشخصيه اكثر، نظام الشخصيه افضل ممكن يعني، عشان لان صدق كل سيناريو او كل شخصيه لها يعني سيناريو خاص فيها. وطبعا افضل جزء اتقن الجانب هذا هو الخامس كسيناريو شخصيات، يعطيك مراحل للشخصية هذه، أفضلهم اللي هو الخامس. حلو تمام. لكن يمكن أميل للنظام هذا اللي هو نظام سيناريو الشخصية مو المملكة. تمام حلو. هو نظام الشخصية أنا أتفق معاك إنه يخليك تحس بقصة الشخصية نفسها، لما تلعب بالمملكة كلها خلاص تضيع الشخصيات بينهم بين بعض يمكن نوعا ما. صاج عز الله، أقول حتى الضباط الحين مثلا يعني يدخلون في معارك هم مفروض مو موجودين فيها، ليش؟ لأن النظام السيناريو صار مملكة. يعني كمثال الحين ديانوي يحطونه في معركة تشيبي، ما يصير، يعني الرجال مات قبلها، عرفت؟ بس لأن السيناريو نظام مملكة فهم مجبورين يسوون النظام هذا، عرفت؟ ايه صح كلامك 100%. طيب انزين، بخصوص شو اسمه، يعني انت ضربت مثال ان ديان وي مثلا ينحط بجي بي ومفروض ما ينحط، تحس ان في شخصيات تم تهميشها بالسلسله بشكل عام، ولا الكل نوعا ما اخذ حقه؟ واجد والله واجد، وأتوقع ما يخفى عليكم. يعني شو أقول وش أخلي، أنا وصلت التاسع إلى الآن ما سووا حق يان ليانغ وينشو شخصيات، بس إنهم مركزين على فصيلة الممالك الثلاث اللي هم وي وشو ووي، مع أن هذول مو محتاجين شخصيات زيادة، كل واحد ما شاء الله عنده 30 شخصية، بس تروح عند فصيلي وان شو شوف راسه وراس شانكي، ولا شانكي مرحلتين ويتوكل على الله ويخلي يروح مع تساوتسا. فلازم انهم يعني يستثمرون في الجيوش هذه الفصائل اللي هي الاوذر، لازم انهم يعني يسوون فيهم شخصيات ويركزون على سيناريوهاتهم اكثر، يضيفون بعض المعارك اللي ما حطوها ولا اهتموا فيها. اشوف انه لازم يسوون كذي في المستقبل، لأن صار تهميش صراحة، تهميش حيل في بعض الشخصيات الأسطورية، لو يعني نتكلم من باب الرواية ولا باب التاريخ، بس إنهم يعني معتمدين على روايهم، فخلص التزم في الرواية وعطنا الشخصيات الأسطورية الموجودة فيها. مو معقولة في شخصيات مثل وينشو ويان ليانغ، أنا والله شوف ترى ناسي الأسامي، أنا من زمان والله عن القصة، لكن يعني هواشيونغ لا كنا سووله في التاسع، سووله شخصية في شخصيات يا أخوي ناصر بس ناسيها، في شخصيات جزاك الله. شوف المقابل، شوف المقابل منو قاعد يضيف، منو الشخصيات اللي قاعد يحطونها الحين عندك، تلقى بنت فلان تلقاها مزورة آخر شيء، ولا كله حريم قاعد يدخلون، ولا يدخلون لك يعني بعض الشخصيات اللي ممكن ما لها دور كثر، يعني بعض الشخصيات اللي ما سووا لها شخصية إلى الآن، وهذا أشوف إنه في خلل يعني بالسياسة مال الداينستي ووريرز الحالي. حلو، أتفق معك. زين سؤال الحين بخصوص إن الشخصيات اللي تم تهميشها،
يعني خليك مثلا من الشخصيات اللي ما اضافوها للسلسله مثل يان ليانغ وينش وهذيلي، بس مثلا الشخصيات اللي موجوده في اللعبه نفسها، يعني بعض الشخصيات اعطوهم خلوهم تقدر تلعب فيهم. هل تحس ان السلسله اعطت الكل يعني نفس، يعني اعطتهم القدر الكافي من الانتباه والتسليط الضوء عليهم، ولا تحس ان في كثير من الشخصيات اللي ممكن انك تلعب فيهم متشابهين حيل مع بعض، في بينهم تكرار سواء بالاسلحه او حتى بالشخصيه نفسها؟ يعني انا مثلا من الانتقادات اللي عندي بالنسبه للسلسله، سلسله داينستي، ان في شخصيات واجد نفس الطباع، نفس الكلام، نفس الخصال، كلهم نفس الشيء. لو اشغل لك فويس لاين حق شو هوانغ ممكن انت تحسبه يكون ماكاو، لان نفس الكلام طريقتهم. صحيح. مبدئيا بس سالفه انهم يعطون الشخصيات كلهم نفس القدر هذا ظلم للامانه، لان الشخصيات بالواقع مو نفس القدر. يعني تساوي تساوي، ما مو معقوله بتحط مثلا منه يعني دياوي مثلا، لا هذا له انجازات كبيره وهذا له يعني انجازات اقل. فمن المنطق ان هذا يعني اللي يكون له دور اكبر والثاني يكون اقل شوي. بس لو نتكلم عن تجسيد الشخصيات، هل انا راضي عن الشخصيات اللي سووها الى الان الى الجزء التاسع؟ بقول لك لا، انا في شخصيات تمنيت ما سووا لها شخصيه، لان قبل لو ترجع للجزء الرابع او الخامس وقبل بتشوف شخصيته شنو، اللي هو الام بي سي اللي ما تقدر تلعب فيه، بس بتشوف لك قدامك جنرال صيني شنب درع وسيف، تحس انه رجل. بس تعال في الجزء السابع وطالع، خلوا شخصيته شنو، شاب صغير ممكن للأسف يعني تكرمون يميل للأنوثة، شعر ناعم وشوي يحط مكياج، شكله غلط يعني مو راكب، وسلاحه حتى يعني غلط، يجيك سلاحه خيالي زيادة عن اللزوم، يا كور قاعد يقط ولا، فخربوا. بالنسبة لي أنا أتمنى أنهم ما سووا له شخصية، هذا كمثال. لكن مو كل الشخصيات طبعا، في شخصيات مثل يوجين سووا له شخصية شكله حد قوي، أتوقع سووا له بالثامن، شكله إيه حلو رجولي شكله زين. وفي بعد واحد ثاني اللي هو توقع أنه تشينغبو، الأشكال هذه مقبولة جدا لأن قدامك رجل، أو على الأقل يعني إحنا مو شرط رجل يحط شنب وحط، لا لا بس شكله يعني رجل، هذا اللي أقصده لو أنه شباب. وسلامتك يعني، المقصد أنه لازم أنهم يعني يراعون شوي في ستايل أشكال الشخصيات، ما يميلون عد للطرف الزايد، هذا ما يصلح. وسلامتك. الله يسلمك، إجابة وافية والله. زين، بخصوص يعني توجه السلسلة بشكل عام، يعني جزء ورا جزء، هل تحس إن يعني ثابتين على مسار واحد، ولا مرة يحطوا لك تاريخ، مرة يلعبوا لك شوي أنمي، مرة شوي واقعي، مرة شوي رواية، تحس إن في يعني ثبات، ولا بشكل عام كل جزء غير عن الثاني؟ والله شوف، اللي يلعب السلسلة كلها أو يحب السلسلة بيلاحظ الفرق. اللي ما يعرف السلسلة يعني بس جرب جزء ونقز بعدين على التاسع على طول بيقول نفس الشيء. أنا عندي واحد من الشباب ما شاء الله يحب الكورة، كل أجزاء فيفا يشتريها، فيفا 16 17 18، ويندمج ويتحمس. قلت يا أخوي نفس الشيء، جرافكس واحد واللعب واحد والكورة واحدة، مو معقولة. قال لا أنت مو حاس، ما راح تحس بالفرق إلا إذا شنو، إذا يعني كنت تلعب السلسلة كلها ومتعمق فيها. فأكيد هو في فرق. لكن بخصوص توجه السلسلة يعني مبدئيا كان ناجح، ما يحتاج أعرف فيها، مبدئيا ناجح جدا وأثبت وجوده، وبوقتها يعني ما شاء الله المبيعات كانت زينة، الكل كان يلعبه أيام بلاي ستيشن 2، الكل يلعبه. الناس أنا أعرفها اللي هم عيال عمي والشباب اللي أعرفهم يشترون جهاز بلاي ستيشن 2 عشان يلعبون لعبة الحرب أو المعركة، كنا نسميها كذي ما نعرف عن المهمات الثلاث وقتها، فنشتريها عشان اللعبة هذه. لكن تالي عاد شوي شوي خربت السلسلة لأن التوجه تغير. أنا ما أبي أفصل لك فيها خاف أطول، لكن التوجه بشكل عام تغير، قام يميل للخيال والأنمي، يعني الرسوم الأزياء أزياء الأنمي وكذي، ويميل للخيال، يميل للسهولة. ولو تبني أفصل اسمح لي، بس أنا بستأذن قبلها، لكن أنت إذا ما تبي تفصيل دش في السؤال اللي بعد.
والله يا ابو راشد، السؤال اللي بعده يقول ليش السلسله من بعد السادس فقدت بريقها؟ يعني ابد انت جيت على الوتر على طول، فابد تفصل على راحتك، عطنا الاسباب كلها، ليش السلسله من بعد الجزء السادس قبعت كذي على طول؟ شوف فعلا اللي قال الكلام هذا اتوقع حسب ما اظن انه فعلا هو لاعب السلسله كلها، لان انا اخر جزء استمتعت فيه ترى السادس وقبل اللي بعده كلش من فشل لفشل ومن ملل لملل. السبب طال عمرك حسب ما اظن انهم فقدوا المعركه، او يعني كنسل المعركه بالعربي. داينستي ووريرز بشكل عام يا شباب مبنية على المعركة، هي يعني فكرتها أنك في معركة فيها استراتيجية حسب المعطيات، أو استراتيجية يسمونها في الوقت الحقيقي، بحيث أنك شنو إذا لعبت المرحلة نفسها وختمتها وعدتها نفسها هي وبنفس الشخصية ممكن تتغير معك حسب الاستراتيجية، ممكن العدو اليمين يطلع ويفوز، بالتجربة الثانية لا ممكن ما يفوز، يفوز اليسار، فحسب المعطيات وحسب استراتيجيتك راح تتغير المعركة. هذه أساس داينستي ووريرز اللي هي المعركة. بالجزء السابع أنا يوم لعبت أشوف معركة، بس في الواقع ما في معركة، هي مجرد مهام، روح طق هذا اذبحه بعدين افتح الباب اللي وراء وروح اللي وراء وكمل كذي، ما في استراتيجية، ما في المعركة اللي احنا شفناها. هذا شعور الجزء السابع صح كلامك، الجزء السابع صراحة أنا أشوف فيه ميزة واحدة فقط، هم شرحوا من القصة مع أنها رواية، بس كان السر فقط صراحة من اللعبة، كان مثل ما قلت كلام هام خيالية، إضافة الخيال يعني ضربة واحدة أذبح 50 واحد. فعلا كلامك صحيح يا الغالي. دقيقة بس شوف. آسف. فعلا كلامك مضبوط يا الغالي. القصة عند الجزء السابع ممتازة، سرد القصة وشرحهم للخريطة كان فوق الخيال، ممتاز جدا، خاصة حق اللي مو عارف شيء ولا فاهم حتى في خريطة الصين، ولا يعني داري وين الدولة هذه من الدولة هذيك، حيل حيل بيستانس على الجزء السابع. بس أنا أتكلم كجيم بلاي، كمعركة ما في، ما كان في معركة أبدا، خاصة لما دخلوا بداية طريقة القتال اللي بنوا عليها الثامن، بعد بنوا عليها الثامن اللي هي القتال الخيالي، شوي مو شوي والله واجد قتال خيالي، مو حلو يعني، ما تحس انك قاعد تقاتل. لكن السابع بشكل عام فيه حسن، اللي هي شرح القصة بالخريطة بالشخصيات بكل شيء. وسلامتك. الله يسلمك. طيب السؤال اللي بعده، شنو ممكن يعني تتوقع ان افكار ممكن يسوونها القائمين على السلسله بحيث انه يصلحون يعني مسار السلسله وينزلون جزء جديد يكون ممتاز، يعني سواء تصحيح اخطاء ام افكار جديده، يعني بحيث انه يصير في تجديد شوي بالسلسله لان صار فيها تكرار نوعا ما يعني. والله انا يا اخوي ناصر مبدئيا متامل خير، مهما كان المؤمن ما ييأس عنا يعني، يتأمل خير على طول، وأنا متأمل خير والله بالجزء العاشر إن شاء الله، خاصة أنهم طولوا شوي، أتوقع أنه صار لهم 3 سنين، وإن شاء الله أنه يعني يكون قد التوقعات ويكون تغيير جذري، أهم شيء يكون غير عن السابع والثامن والتاسع، هذا أهم شيء عندي. لو أنهم يا أخوي ناصر يرجعون على الطريقة القديمة، استوعب الكلام، لو يرجعون بس على الطريقة القديمة مع الإمكانيات الجديدة في الجرافيكس، في الحركة، في الفريمات، في الأمور الواجب، بحيث أنهم حتى يقدرون يضيفون عدد جنود أكبر، بس أنهم بالطريقة القديمة اللي هي الخامس وقبل، أن الجندي ترى حر وله ذكاء اصطناعي خاص فيه ويطق وله معنى وفي تحدي وفي معركة وفيها استراتيجية نفس ما تعودنا، أنا أجزم 100% أنها راح تنجح، ما يحتاج يجيبون أفكار جديدة، بس شنو يجيبون اللعبة القديمة بإمكانيات جديدة بطريقة جديدة، أنا متأكد أنها راح تنجح. وأكيد إحنا يعني البنادم طمع، نطمع في شيء زيادة، بس إحنا حاليا بسبب الفشل اللي صار والإحباط اللي صار، إحنا راضين بالقديم
مع الإمكانيات الجديدة، ما عندنا أي مشكلة. طيب يمكن من أكثر الأفكار اللي يعني أو أكثر شيء أشوف الناس تطالب فيه أونلاين وهو إضافة يعني طور يسمح باللعب أونلاين، يعني تلعب مع ربعك أونلاين. تحس إن سلسلة داينستي بحاجة لفكرة نفس هذه ولا يظلون على نفس النظام القديم؟ أونلاين تعاوني تقصد ولا تنافسي؟ لا تعاوني. تعاوني أتوقع أنه موجود. موجود في اللعبة من أي جزء نزل فيه أونلاين؟ طبعا أنا مفهي طبعا. متى آخر جزء نزل فيه أونلاين؟ أتوقع الثامن موجود تعاوني والتاسع موجود، بس يا ليت الشباب الموجودين عاد اللي يأكد لي عشان ما نقول معلومة مضللة ولا شيء. شو اسمه هذا؟ فأنت يوم تقول فكرة الأونلاين، بس شنو الفكرة يعني؟ اللي بتعاوني بس ما راح تكون، شلون راح تكون الطريقة يعني؟ نقول لعبة فيها اثنين يعني تلعب اثنين، بس أنا ما فهمت الفكرة. هو حتى لو يضيف أونلاين هو صح، هو ما أنا أشوف إنه ما يضيف أونلاين، ما في فكرة يعني. لو يضيف أونلاين شلون راح يصير طريقة اللعب يعني؟ ما تضبط الفكرة يعني. والله الصوت يقطع شوي، ما سمعت، لكن المقصد الثامن والتاسع أنا أتوقع فيه أونلاين تعاون، تقدر تدخل واحد من ربعك تلعب، هذا حسب يعني ذاكرتي. إذا في أحد من الشباب عنده المعلومة الأكيدة يفيدنا الله يذكر. أنت بخص مني، ترى قاطع اللعبة من الجزء السابع، وحتى السابع لعبة من زمان فما أذكر هذه، بس أنا أذكر أكثر من واحد كان يقول ليش ما فيها أونلاين، ليش ما فيها أونلاين. فيمكن الظاهر الناس ما تدري إن يعني فيها طور أونلاين مثلاً، أو صعب إنك توصل له أو شيء كذي. بس عموماً نروح السؤال اللي بعده بخصوص استمرارية القصة، يعني قصة الممالك الثلاث من الجزء الثاني، من أول جزء الأول إلى الآن نفس القصة، قصة الممالك الثلاث. اللي أذكره أنا التطوير الوحيد اللي صار هو الجزء السابع يوم دخلوا مملكة جن وكمل القصة من بعد حملة جيجاليون. هل التغيير هذا يعني مطلوب؟ هل المفروض أن السلسلة تكمل إلى نهاية القصة؟ أصلاً هل وصلوا إلى نهاية القصة؟ لأن ترى ما أدري الجزء الثامن والتاسع شنو صار فيهم، بس وصلنا إلى نهاية يعني سقوط مملكة وو وتوحيد الصين، ولا إلى الآن معلقين على سقوط مملكة شو؟ أنا بسألك بما أنك أنت يا ناصر إن شاء الله يعني أنك عارف القصة وبالتفاصيل اللي فيها، هل هم جابوا تفاصيل القصة مالت المالك الثالث كلها؟ هل جابوا المعارك كلها؟ هذا تاريخ كبير. أنا لو أتكلم عن الرواية قرأت كتابين 600 صفحة الكتاب الواحد أو المجلد الواحد يعني 1200، ومليت تفاصيل مو طبيعية. هذه الرواية بس في تقصير ترى في القصة، يعني مهما كان هذا تاريخ كل جزء يقدر يقدمه بطريقة حيث أنه ما يطلع من السياق العام. أي في معركة جي بي يقدر يقدمها، أداء القصة يقدر يغير فيه، بس ها يلتزم في القصة الأساسية. القصة هذه ما تموت، أنا أشوف ما تموت، ما لا داعي أصلاً يعني يوصل لمراحل متقدمة. مثلاً أنا ما والله ما أعرف ترى في نهاية القصة، أنا لا أعرف أن إمبراطورية جين هي اللي وحدت، لكن ما أدري عد وين وقفت القصة آخر شيء. بس أنا المقصد يعني لا يدشون في إمبراطورية ما لها شغل في الممالك الثلاث. القصة مالت الممالك الثلاث نفسها ما تموت ولا تخلص ولا تمل، كل جزء يجينا يسرد القصة معنا نعرفها نستمتع فيه، والأحداث واجد ما تخلص، الأحداث واجد، الشخصيات فوق 1600 شخصية تقريبا في الرواية بس إذا مو أكثر. فالقصة هذه ممكن مهما كان صح كلامك، وما يحتاج أن يكون شيء زيادة ولا شيء، اللي عليهم بس أنهم يقدمون القصة بطريقة زينة. ويتفضل يا غالي. ما قاطع كلامك برال، واتمنى أنا بعد أنهم يضيفون مراحل يعني جديدة، يعني يخلون القصة أكثر دسامة يعني شوي، يشرحون القصة كلها، واتمنى أنهم يكنسلون الرواية يعني ويضيفون القصة خلفية. يعني الرواية يعني ما تشوفنا ما في شيء بعض الأشياء حقها، واتمنى أنهم يكثرون المراحل أكثر عشان يصير تفاصيل أكثر. أي أخوي فيصل عدل. أي حياك الله يا فيصل، عاشت الأسامي. كلامك والله مضبوط يا فيصل، لكن ترى بقول لكم يعني المعارك واجد وتفاصيل المعارك واجد،
يعني والله لو تحسبون كل معركة صغيرة وكبيرة تنصدمون بعدد المعارك، ولو تشوفون التفاصيل اللي في الرواية، بس خلوكم على الرواية تنصدمون في التفاصيل. القصة طويلة جدا وما تموت. والحين احنا مثلا عندنا يعني مثلا صقور الأرض، انمي صقور الأرض معروف، ولو نروح عند الانمي الثاني ما اعرف اسمه، اتوقع اسمه الممالك الثلاث، بس هذا اللي قريته في اليوتيوب، فيه يعني تقريبا 50 حلقة 52 قصة واحدة عدل، بس ها هذا له جو ثاني وهذاك جو ثاني، ومستمتعين بالاثنين مع ان القصة واحدة ونعرفها. فالمقصد ان القصة هذه ما تموت مهما كان، وترى ما جاكم يعني ما جاكم منها اتوقع الا 50%، في 50 ثانية بالتفاصيل اللي فيها. فهذا نشوف والعلم عند الله. حلو. طيب بس انا بس عشان اوضح، هو كلامك صح ان القصه فيها يعني تفاصيل واجد، والقصه ما راح تموت لان كثر ما تشوفها كثر ما تستمتع فيها، مع انك تعرف النتيجه شنو. بس انا اقصد انه يعني كلعبه، يعني يكون عندك لعبه وتبدا بالقصه من الصفر، ليش ما تخلصها؟ ليش القصه توقف بالنص، تكعب بريك بالنص وما تخلصها؟ مو شرط تغطي كل التفاصيل، بس انه ما في نهايه. يعني حسب اللي انا اذكره بس مملكه جن تسقط مملكه شو، بعدين خلاص ما في، يعني ما في الا توحيد الصين. يعني هل كملوا ولا ما كملوا؟ ما اذكر الجزء الثامن التاسع، ما اعرف هل كملوا بالنهايه واحد الصين وروك سقوط مملكته، ولا بس وقفوا على سقوط مملكته. اللي موجود في سيناريوهات اللعبه نهايه القصه في نهايه المملكه، يعني الحين في مملكه وي مثلا يحطوا لك في نهايتها هذه اخر مرحله، تبي تكملها العب في مثلا مملكه جي، راح تشوف في النهايه انهم وحدوا الصين وخلاص، لأن النهاية معتمدة على نوع الفصيل أو نوع المملكة. إيه. حلو ماشي ماشي، يعطيك العافية على الإجابة، وضحت كل شيء. آخر سؤال عندنا قبل أن نفتح الباب للأسئلة للجميع، بخصوص اللغات اللي في اللعبة، سواء من ناحية الصوت مؤدين الصوت أو من ناحية القوائم، هل أنت تفضل تأدية الصوت اللي تكون باللغة الإنجليزية ولا بالصيني ولا بالياباني؟ وهل تدعم فكرة أن اللعبة نفسها تكون مترجمة للغة العربية أم لا؟ أنا من عمر أسمع الصوت الإنجليزي ومتعود عليه، وحتى يعني أقوله باستعباط مع الشباب، يعني إذا قتلت ضابط مثلا يقولك enemy officer defeated، يعني كنا نقولها بضحك نستعبط يعني أنا والشباب فيها، فمتعودين على الإنجليزي الصوت الإنجليزي. يعني في الآونة الأخيرة سمعنا أن الناس تقول حط على الصوت الصيني أو الياباني راح تدش جو أكثر، هو فعلا ممكن يعني الكلام صح عندهم، لكن عندي أنا ما مشى كلش، ما أتقبلته والله، وقمت أحطه على الصوت الإنجليزي خاصة الأجزاء القديمة، يعني ما مستحيل أحطها ياباني لأني تعودت عليها. بس عاد هذا ذوق شخصي يرجع للشخص نفسه، خاصة أن الياباني والصيني صعب الواحد يفهم شي يقوله، أو بس يعني يبي يدش جو الصين ولا الإنجليزي اليابان آسف. وبخصوص اللغة العربية أنا ما عندي مشكلة، بس أهم شيء الأسامي لازم بالإنجليزي لأننا متعودين عليها، يعني مثلا تكتب لي جوانيو بالعربي أحس أنه بتعرف جوانيو، بتعرف فلان، بتعرف لأنهم نجوم، بس في شخصيات واجد بتضيع عندك، إحنا متعودين على الاسم الإنجليزي، أنا أتكلم على الاسم فقط، أما القوائم والأوامر وغيرها هذا كله عادي، بالعكس العربي شيء زين، يعني احنا لغتنا ونبيها بالعكس ما نرفضها، بس المقصد الأسامي فقط يحافظون على الاسم الإنجليزي. وسلامت. الله يسلمك، إجابة وافية وعساك على القوة وما قصرت. زين شوف اللي بيسأل سؤال عشان بس يكون فيه شوية ترتيب، بس يرفع إيده ولهمك إن شاء الله، النادي اسمه لهمك، سواء يسأل سؤال أو يعقب تعقيب أو يبي يعلق أو يقول رأيه بأي موضوع صار. راح تصل السافة أو شيء كله. أنا ببدي رأيي أنا الشخصي وما أدري رأي، أسمع فهد السافة شنو يقول. مبدئيا بالنسبة لي أنا أشوف من بعد الجزء الخامس دعنا استمعت خلاص، يعني ما أشوف سلسلة انتشت من بعدها يعني،
ولو أنا باقي الأجزاء يعني لها مميزات، بس بالنهاية يعني مميزات فردية يعني شيء من فرد بشيء واحد يعني، بس يعني مثل الثامن من ناحية القصة واختلاف السيناريو يعني، مثل جوانيو إذا نجح في فان أو فشل في فان يعني، يعني تفرق. وهذا طبعا غير الصعوبة، طبعا أتفق وياك بشدة فعلا الصعوبة تفرق بالأجزاء القديمة. والأبرز الشيء اللي هي الشخصيات والمعارك الصراحة بالنسبة لي يعني، سالفة الشخصيات يعني ما أدري يعني، لو بنعتمد على الرواية في 1000 شخصية تقدر تحطها يعني. ألو؟ أي نعم في أنت عندك 1000 شخصية تقدر تحطها يعني، روائية وتاريخية تقدر تحطها، وكلهم قصص طويلة وحلوة يعني الأمانة يعني. دينج آي يعني مثلا، شخصية مثل دينج آي وجوهواي يعني، يعني للأسف ما ليش ما ضافوهم بداية اللعبة يعني، حطوهم على آخر شيء يعني. وطبعا غير قطاع الطرق والمعارك، أشوفها نقطة مفصلية فعليا يعني، المعارك تحس أجزاء جديدة فاشلة يعني، ما تحس جو الحرب يعني، مو نفس القديم يعني، يعني جندي عن كأنه لوبو يعني، حرفيا قاعد تواجهتهم قاعد تواجه جندي عادي يعني. فما أدري إيش رأيكم. أنا أوافقك الرأي طبعاً، بس عاد السادس في المجال. أنا ترى نفسك يوم لعبت السادس أول مرة قلت شنو هذا، خرب السلسلة، غير طريقة القتال، غير الأشكال، غير كل شيء. بس عاد بسوي مراجعة، غصبت نفسي عليه. بعد ما غصبت نفسي أدمنته. هو مشكلته بس في البداية، تتعود عليه راح تحبه. فأنا أوصيك جرب السادس مرة ثانية، وحاول تلعب نسخة البلاي ستيشن 3، بلاي ستيشن 2 اللي تلعب عشان تدخل المزايا كاملة. تمام، هذا مبدئيا. والشيء الثاني طبعا، أنا نفس ما قلت قبل شوية، التاريخ هذا صعب يعني، تستهلكه مهما كان ما يموت. لو تعيد القصة نفسها مع كل جزء بس بسرد ثاني وطريقة ثانية، محبينا راح يستمتعوا كأنه أول مرة يشوفون القصة، ما راح يموت. والشخصيات واجد، وترى لي مقطع انا في قناتي عن سيناريو حق القبعات الصفر، هذا يمكن من اقوى او من اصعب الجيوش اللي تسوي له سيناريو، لان ما مداهم قاموا ثوره الا منتهين ومرحله واحده وخلاص. فانا سويت لهم سيناريو، حاولت قد ما اقدر اني اربط على التاريخ او الروايه، فضبط معي الحمد لله. هم لو يسوون الافكار هذه مو معقوله ما يدرون عن الشيء هذا، لهم يعرفون كل شيء بس الظاهر ما لهم خلق، ولا مركزين بس على الممالك الثلاث. فلو انهم يحرصون على شخصيات الاوذر راح تلعب مراحل وسيناريوهات ما عمرنا لعبناها قبل، قصص جديده وكل يعني تجربه صدق فعلا جديده، بس ما استثمروا فيه لحد الحين لحد الان. وسلامتك. بس عاد اقول اخر شيء بس. الو، تفضل. اخر شيء بس، شوف سالفه قبعات الصفر يعني، أنا ما أجزم لك الفيلم يعني، تقريبا قبعة صفر قعدوا 4 سنين بالتمرد هذا يعني، صلح لي ناصر أنا غلطان بمعلومة يعني. لكن الزبدة بعد السلام، إي مشكلة كمل. الزبدة أن اللي يقرأ قبعة صفر ترى معارك ما تخلص اللي صارت، سون جيان، اليوبي، تاو تاو، عندك تاو تشان، تاو تشان تاو كيان بروحه صارت معركة قوية عنده يعني، يقدروا يسووا له معركة كاملة حقه يعني، طبعا غير صوب العاصمة يعني. فاني يعني قدروا يسوي 3 معارك، 4 معارك بالراحة يعني، وكبيرة يعني مو صغيرة يعني. فما أدري سأصدق يعني اللي يسوون اللعبة، ما أدري ظهر يبطلون اللعبة يعني. أنا جت نظري قاعد أشوف اللعبة قاعد تموت خلاص يعني، يعني إذا العاشر ما نجح خلاص يعني، هذا آخر شيء أنا أقدر أقوله يعني. وآسف إني طولت في الكلام يعني. تأمل خير، تأمل خير إن شاء الله بالعاشر، وإن شاء الله نجرب السادس ونشوف إن شاء الله صدق السلام ولا جرب وتحمل، بس عطى إن شاء الله ختم شخصيتين بس وراح يعني تمسك سير معه إن شاء الله. يعطيك العافية ونزلنا ناصر، يعطيك العافية ما بنزعج. سعد كنت رافع يدك أول واحد، في كذا واحد رافع يده بس أظن سعد أول واحد، تفضل سعد. طيب انا عندي انا صوتي واضح اول شيء؟ اي واضح. طيب ابغى اجي سؤال لفهد، انه ايش رايك في المشاهد السينمائيه في كل من الاجزاء السادس والسابع والثامن والتاسع؟
المشاهد السينمائية. والله يا سعد، أول شيء مساك الله بالخير. سعد من الناس اللي تعرفت عليه عن طريق اليوتيوب وتشرفت فيها. أنا ناسي يا سعد، لكن أتذكر أن السادس كانت المشاهدة السينمائية فيها فعلا قفزة، وكانت شيء حلو. السابع والثامن والتاسع والله يا سعد إني ناسي، بس ما شدتني كثر السادس. ما أدري، يمكن أنا عشان جاي من جيل بلاي ستيشن 2 خامس، وجيت على السادس على طول المشاهد قوية، ما أدري والله، بس أنا أتذكر أن السادس هي اللي شدت. اللي بعد لا تسألني لأني ناسي والله يا سعد. طيب انت رايك انه لازم يسوون سيناريوهات ومعارك لشخصيات الاوذر؟ اكيد. طيب انا يعني في وجهه نظري الشخصيه انه يعني اشوف انه يركزوا اكثر على ممالك ثلاثه. ليش؟ لانه في شخصيات ممالك ثلاثه برغم انه لهم يعني شان كبير جدا جدا جدا، الا انه ما اضافوا لهم شخصيه رسميه. وفي نفس الوقت في معارك كثيره كبيره مفصليه في الممالك الثلاثه برضه ما اضافوها. فانا اشوف يعني في وجهه نظري انه اول شيء يضيفوها كلها، ومن بعدها يركز على الاوفر بالنسبه لي يعني. والله ممكن كلامك صح، انا مهما كان يعني ممكن كلامي خطا ممكن صح، لكن انا اللي اشوفه ان الممالك الثلاث شايله عمرها في شخصياتها في سيناريوهاتها ومتشبعين منها. لو لكن لو تروح على شخصيات الأوذر ما في أحد. يوان شاو الحالة، طيب بلعب أنا وصاحبي شانغ هي مرحلتين وبعدين بيروح مع تساو تساو، طيب روح عند القبعة صفر شانغ جياو الحالة، روح على لوبو لوبو دياو تشا شانغ لياو بيروح مع تساو تساو بعد فترة. ما في شخصيات، وما في حتى يعني سيناريو. حتى لو تلاحظ بعض السيناريو مال الأوذر نصه تشيك مسوين مألفين كذي مقاطع أو مراحل ضد تساو تساو ولا ضد سونجيان ولا قام يشيرون، لأن ما حطوا لك يعني سيناريو. فأنا أشوف أن الممالك الثلاث في تشبع، لكن شخصيات الأوذر لا والله مظلومة حيل. يعني لا يعني ما يخالف لو أنه يعني يعطون الاثنين ما في مشكلة، بس أنا أقول أولى أنهم يركزون على شخصيات الأوذر. لوبو ترى في 10 مراحل عادي تطلع 10 معارك تاريخية وتسوي لها يعني مرحلة حلوة ومعركة حلوة راح نستمتع فيها. طيب ليش أنت محاط له يعني السيناريو هذا؟ روح على يوان شاو بتشوف لها معارك واجد في الشمال، تقدر تسوي منها 4 بس في الشمال، غير جواند وغير أحفاد أو عيال يوان شاو. هذا المقصد. أنا أقول يعني شخصيات الأوذر ظالمينهم ومو تعبانين عليهم كثر من مالك الثلاث. ممكن صح كلامك في شخصيات مالك الثلاث يعني مهمشينهم، لكن شوف باقي المملكة بتشوف انهم يعني معطينهم حقهم ومعطينهم يعني شخصياتهم ومعطينهم سيناريو ومراحل واجد. فانا اقول لو يعني اول شيء الاولى الاوذر وبعدين عاد يجون عند الممالك الثلاث. وسلامتك. تمام، شكرا على الاجابه وافيه. خلاص الحين قلت اللي عندي وشكرا. حياك الله سعد بخير. اذا في اثنين رافعين يدينهم بس ادري استحملوني شوي قبل لا اعطيكم المايك، بسال سؤال بس حق ابو راشد. الحين السلسلة كل جزء قاعد يحطون شخصيات جديدة، برأيك متى المفروض يوقفون؟ يعني متى إيش كم شخصية؟ يعني 200 شخصية 300 شخصية يعني وصلنا عدد كبير يعني حيل. أنا في رأيي يلغون شخصيات ما يضيفون، هذا اللي أشوفه. يلغون الشخصيات أول شيء النسائية من المرتبة الأولى بالنسبة لي. أنا في شخصيات نسائية واجد لدرجة أن الحين يعني دش المعركة شوف نصها حري عسى ما شاء. قبل اللي بنت بنتين ولا ثلاث بين يعني 70 رجال ما راح تحس في وجودهم. الحين لا تقريبا وصل المناصفة. فأشوف أن التوجه في الشخصيات النسائية هذا شيء مو زين كلش على السلسلة. هذا واحد. يجي بعد طال عمرك المرتبة الثانية اللي هي الشخصيات اللي سووها وأشكالها غلط. تلقى يعني شكله يميل للأنوثة، شكله غلط، سيفه كلش مراكب، كور تطير ولا سيوف تطير ولا يعني شيء مراكب أو منشار ما في كهرباء بوقتها شلون منشار. ففي شغلات غلط. أنا أقول الشخصيات هذه كلهم يلغونها، لو يردونهم من بي سي أرحم ويبدون من جديد يحطون شخصيات صح، يعني يضبطونهم بشكل صح.
هذا أنا أشوف أولى من أنهم يضيفون الحين شخصيات، إذا غضينا النظر عن فصائل الأوذر، لأن الأوذر فعلا محتاجين شخصيات. إيه نعم، جزاك الله خير. طيب من أول واحد رفعت يدك تفضل عندك المايك. أول شيء السلام عليكم وحب مساء الشباب جميعا، والله يعطيكم العافية على هذا السبيس. طيب أنا عندي كذا تعقيب يعني على هذه السلسلة. أول شيء نبدأ بشخصيات، في شخصيات ترى جدا مظلومة سواء تاريخية أو من الرواية. تفضل مهندر، تفضل صوتك واضح. قدام فضلك. فعندنا شخصيات يعني مظلومة وتستحق أنها تنضاف للسلسلة. عندك مثلا مانشونغ، تساو جين، هوجون، وانغ بينغ، وفيي، هذول يعني ضروري ينضافون للسلسلة. وتشينغ يو، صحح لي أبو راشد إذا ضافوا له شخصية في التاسع أو لا. عندنا معارك بعد، معارك كبيرة ما انضافت للأسف. فمثلا عندنا إلى سقوط شو، في معركة اللي هي فاصلة. هلا بخوص. فعندنا معركة فاصلة يعني قبل سقوط شو بفترة، اللي هي معركة أظن اسمها شيان شي، صحيح لي يا ناصر الله يجزاه خير، اللي هي ضد ساو شوانغ. هذه معركة كبيرة تستحق أن تنضاف 100%. فتقريبا هذا اللي عندي. وغير يعني الشخصيات المؤنثة، الرجال المؤنثين يعني تكرمون جميعا، هذا الشيء يعني غير مقبول للسلسلة بشكل عام. ناهيك طبعا عن النساء، هاي زوجة فلان وبنت فلان وخدامة فلان وما أدري إيش، يعني شيء زاد عن حده للأسف. والله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا مندر، بس ليش ما تحلفت معي يا مندر؟ خليتني الله يسامحك. أنا حليفك دائما يا فراس. وبين مندر، مندر من الناس اللي تعرفت عليها ويعلم الله أنها شيء كبير في حياتي حاليا. هذه شفرة طبعا بيني وبينها، كنا نلعب لعبة رومانس وما تحالف معي الله يسامح. كلامك يا مندر على متمة وأنا موافقك في كل ما قلت، لكن عدد الشخصيات اللي قلتها والله أنا ما عرفتها. طبعا أنا ممكن لازم تكتبها لي عشان أفهم تقصد منه. إيه نعم، جزاك الله خير. المايك خلاص مندر، في بيها التعقيب ولا عندك شيء؟ اسلم يا اخوي ناصر الله يجزاك خير. الله يسلمك. لا انا خفت اني اخذت منك المايك وعندك تبي تكمل. ابد ابد ما في مشكله. ماشي يعطيك العافيه. طيب تفضل فلاح، الحين بعطيك اسمك. دوري الحين ولا؟ تفضل دورك. اول شيء السلام عليكم، انا بجاوب على نقطتين دارت في حديث قبل وعقبها بس السؤال. النقطة الأولى بسالفة الأونلاين التعاوني، ترى بادي من الجزء السابع Extreme Legends، يعني من زمان يعني، وجربتها صراحة ومش ولا بد يعني. الشغلة الثانية بالنسبة ليومك ناصر تقول تختيم القصة، في الجزء الثامن كان عندهم نظام اللي بنص القصة، أنت لما قاعد تلعب في مملكة بنص القصة عندك مسارين، المسار التاريخي والمسار الخيالي. المسار الخيالي انك انت تقود المملكه هذه الانتصار، معارك خياليه وما يعني معركه مفصليه تسويها تقود المملكه هذه الانتصار، يعني مثلا نفس الشو مع معركه فانكاسل مثلا، يفوز جوان يو يوحدون الصين بعدين. هذه عندي سؤال بالاخ فهد، زين ليش داينست ووريرز قاعدة على قصة الممالك الثلاث بس؟ ليه ما تغير مثلا توحيد الصين على يد اليوبانك، ولا الأمراء الثمانية تبع الجن؟ يعني ليش ما يغير في القصة؟ يعني أنا أوكي ممكن أنها مشبع القصة وما إلى ذلك، لكن استنزفت هي على كل حال، ليه ما يغيرون؟ يعني هل لو غيرون تشوف أنه راح تلاقى معجبين أكثر يعني، وناس جدد تدخل اللعبة؟ وشكرا يعني. على فوي الغالي، يعني إذا تمام يغيرون الممالك الثلاث يعني معناته يغيرون اسم السلسلة كلها، يسوون لعبة جديدة وسلسلة جديدة، لأن السلسلة مبنية أساسا على الممالك الثلاث، لا ما يصير يغيرونها. ومهما كان يعني نفس ما قلت أنا قبل شوي، ممكن أنت تشبع، بس أقول لكم محبين السلسلة
صعب يتشبعوا. تخيل الحين تجي عند راعي الكوره اللي يلعب فيفا تقول له خلاص بيوقفون، مع انه هو عنده 20 جزء ويلعب كل جزء ينزل، بيرفض بيزعل يقول لا انا بزياده. فهذا الشعور احنا نحسه بعد نفس الشيء. نتمنى اجزاء داينستي ووريرز ما توقف وتستمر، لان كل تجربه بالنسبه لنا غير. وسلام. ونتمنى ترى على فكره نتمنى انهم يسوون حق اللي هي كينغدوم اللي الممالك السبع اتوقع اسمها كذي، نتمنى يسوونهم والله يعني لعبه نفس داينستي ووريرز لكن حق الحقبه هذا. اي نعم يعني ما عندك مشكله يتنوعون في الالعاب، لكن هم داينستي ووريرز ينتجونها يعني مع الالعاب الباقيه. هي اكيد لان داينستي ووريرز خلاص هي حق الممالك الثلاث، يا توقفها بس تخلي داينستي ووريرز حق الحقبات الثانيه ما ينفع، هي مبنية أساساً حق الممالك الثلاث. إيه نعم. طيب إنزين، بس فلاح نبهني على شغلة بخصوص سلسلة داينستي، هم ينزلون يعني اللعبة العادية وينزلون إكستريم وينزلون إمباير، تحس إن المفروض الأجزاء هذه كلها يعني تكون بس لعبة واحدة وخلاص، ينزلوا لك جزء واحد في إكستريم وفي إمباير وفي كل شيء وخلاص ينزل، بدل نوعاً ما يحلبون الفكرة يعني يحلبون السلسلة شوي بثلاث أجزاء. أكيد أكيد يا ناصر، هذا الشعور أنا قلته بيني وبين نفسي. إمباير ولا الإكستريم ترى مجرد DLC، إمباير ممكن مود إضافي يعني داخل اللعبة، بس الإكستريم تحديداً هذا DLC، سالفة أنك إلى اليوم تحطه كأن لعبة مستقلة هذا سرق. جزاك الله خير، الحمد لله لقيت واحد يتفق معنا. طيب عندنا الأخ محمد 502، بعطيك المايك تفضل. السلام عليكم. صوت واضح؟ اي والله. حبيت بس اتكلم عن افكار اللعبه اذا ما شفتكم احد تكلم عنها. تقول اللعبه تحتاج افكار ثانيه بالموجود عندهم، مثلا لعبه فيلم الجزء الثالث حطوا فكره جديده اللي هي لاعب ضد لاعب، بس ما كملوها مع الاجزاء الباقيه. هل تعتقدون اللعبه تحتاج افكار زياده؟ وش والله اكيد يعني اللعبه تحتاج افكار زياده، تكون افكار يعني ايجابيه مو سلبيه. ولاعب ضد لاعب هذا ترى شيء حلو، احنا طحنا فيه فتره يعني خاصه الجزء الثالث، يعني كنا نلعب بس ضد بعض ونستانس. والمفروض يطورون السلفة هذه حتى يخلونها معركة كاملة. شنو المشكلة؟ يخلونها أونلاين مثلا، تصير يعني فيها تنافس حلو وناسة مع جيشي ومع استراتيجيتي الخاصة، ألعب ضد لاعب ثاني مع جيشه. بالعكس هذه أفكار حلوة المفروض يطبقونها من زمان، يعني أيام قبل يمكن ننطر الجزء الرابع ينزل أو الخامس ينزل، كنا نتوقع أنهم بيطبقون الفكرة هذه. واحنا الحين 2022 اسال الله يعني يعطينا طولة العمر وطاعته، الى اليوم ما طبقوا الفكره. فهو في مشكله بسياسه الاستوديو الله يسامح، ولا مطلوبه الافكار الجديده مطلوبه. اي نعم يا يعني اللعبه اظن مهم راح تنجح الا بعد افكار جديده يضيفونها، يعني مثل اللي تقول في الجزء الثالث، وفي اظن افكار الجزء في بعض الاجزاء بس ما كملوها، المفروض يطورون فيها بعض الافكار هذه عشان تنجح بعض اللعبه. انا بتكلم صراحه عن اللعبه، ما راح اتكلم عن القصه ما مالك الثلاث طبعا. اي نعم صح كلامك مضبوط. طيب جزاك الله خير اخوي. الحين عندنا ابو داود عنده سؤال، لك المايك. طيب داود تسمعنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اللعبه هذه اللي انتم تتكلمون عنها لعبه سابقه من زمان، لكن انا يعني سحبت عليها فتره طويله، اللي هي على ايام بلاي ستيشن 2. كنت اذكر فيها نظام حلو صراحه، اللي هو انك تقدر تلعب بيد تحكم اثنين، يعني تلعب انت اخوك وتلعب انت اخويك في نفس المكان، يعني ما يحتاج يعني اونلاين كذا. هل النظام هذا موجود لحد الان ولا غيره؟ لا موجود الى الان. تقصد الشاشه المقسومه بينك وبين
اخوك ولا صاحبك. يب صحيح. لا موجود. حلو ممتاز. اي موجود موجود. عاد انا سمعت وبسالك سؤال ثاني ومعليش على كثره الاسئله، هي موجوده اتوقع على خدمه الاكسترا صح؟ ورانا غلطان؟ والله يا الغالي ما نبي يم المنصات اللي هي بلاي ستيشن والاكس بوكس ما نبي يم. اها اوكي مو مشكله. بيض الله وجهك. انا تبع البيت. بيض وجهك. اي والله. وجهك ابيض الله يرحم والديك. طيب يا شباب اخر فرصه، اي حد عنده اي سؤال قبل لا نختم السبيس؟ اللي يبي عنده تعقيب او عنده اي سؤال يرفع يده ونعطيه المايك ان شاء الله. طيب اوكي خلاص مو مشكله، ما في حد عنده سؤال. اول شيء اشكركم جميعا على الحضور، جزاكم الله خير، واشكر ضيفنا الاستاذ فهد المعين ابو راشد، شرفت انه اثريت النقاش صراحه، جزاك الله الف خير على الحضور ونورت الحته. ان شاء الله ما يكون اخر سبيس ان شاء الله نستضيفك فيه. الله يرحم والديك، انا تشرفت فيك وفي الشباب ويعلم الله اني استمتعت واستفدت منكم جميعا، وسامحونا عاد على اللي طال وعلى الكلام الزايد، وان شاء الله لنا لقاءات باذن الله مستقبلا. جزاك الله خير، ان شاء الله ما يكون اخر لقاء. يعطيكم العافيه جميعا شباب، وان شاء الله السبيس مسجل وان شاء الله راح نرفعه على اليوتيوب بعد ما ننظف الصوت ونقص التعليقات او التعليقات اللي صارت واي مشاكل، نرفعه كله على اليوتيوب. ونذكركم شباب ترى عندنا ديسكورد خاص بالممالك الثلاث، فيه نقاشات تاريخية، فيه أسئلة، أي واحد عنده سؤال عنده استفسار بالممالك الثلاث يدور مصادر يدور معلومات احنا موجودين. كمان نناقش ألعاب داينستي، نناقش الرواية، نناقش مسلسلات أفلام ويلات الزمان غيرها، أي شيء مانجا أنمي أي شيء. تحصلون الرابط موجود مثبت في حساب تويتر. كمان عندنا قناة في اليوتيوب ننزل فيها محتوى الممالك الثلاث بشكل مستمر. وأشكر جميع القائمين على هذا السبيس اللي ساعدونا في تنظيم السبيس، كما أشكر ضيفنا مرة ثانية، وأشكر جميع الحضور، وجزاكم الله خير جميعا، وتصبحون على خير. فما الله.